ونبدأ جولتنا في الفسطاط من بيت الإمام، بيت الإمام محمد بن إدريس الشافعي اللي قضى فيه آخر سنوات حياته هنا في مصر في مدينة الفسطاط العاصمة. وزي ما انتوا شايفين ده البيت اللي اتبنى في مسلسل رسالة الإمام، واتبنى كله يعني هذا البيت كله مبني كي يقدم 30 حلقة عاش فيها الإمام الشافعي في مصر. شفنا هنا حياته مع بناته، مع زينب وفاطمة، مع زوجته، مع ابنه، مع تلاميذه جوه في الصومعة اللي هنشوفها بعد قليل. هنا كانت حياة الإمام بتفاصيلها، ودي بعض صور تطور حياة أو تطور شكل الإمام الشافعي من أول ما ابتدينا نشوفه هنا بملابسه البيضاء في العيد، هنا عندما يعني كان أكبر شوية في السن، هنا في صومعتي وهو يفكر. الحقيقة أن كل التفاصيل دي عشنا فيها 30 يوم مع الإمام الشافعي. بعد قليل هندخل الصومعة علشان نلتقي بالإمام، بالفنان الكبير خالد النبوي اللي تماهى مع الإمام حتى أصبحنا نعيش معه الإمام الشافعي بعد شهور طويلة من الدراسة ومن البحث والتنقيب. زي ما انتم شايفين على يميني ويساري بقى كده برضو بعض ملابس الإمام المختلفة، وهنلاحظ انها الحقيقة ملابس تقيلة جدا، يعني هتشوفوا انها ملابس تقيلة حر، يعني هم كانوا بيلبسوا، وهنعرف ده من تفاصيل العمل مع الكلام مع صناع العمل ازاي ان الملابس دي كانت تقيلة جدا. بعض الملابس الحربية كمان كانت برضو تقيلة في الوزن، وكل ده برضو كان بداية لبس الإمام، ويعني عمته الأولى أو عمته الأولى قبل ما يلبس العمة التقليدية اللي احنا عارفينها.